مع نهايه كل بطوله في لقطه حصريه لمحمد الشناوي وهو بيحتفل بعد البطوله مع كابتن محمود الخطيب. النهارده برضو دار بينكم حوار، كان في اجتماع يعني منذ دقائق يعني قليله، كابتن محمود الخطيب كان بيجتمع بيكم، وقول لنا برضو اخبار المكافئات ايه. طبعا كابتن محمود طبعا يعني هو بالنسبه لنا يعني رمز بالنسبه لنا، حاجه كبيره جدا، وهو ما يكون موجود معانا في الباسه بيدينا دافع كبير جدا للعيبه، وبيدي للعيبه اللي موجوده وما يشوفوا رئيس النادي بتاعهم موجود بقيمه الكابتن محمود الخطيب، ده حاجه كبيره جدا، ويكون يشوف الالتزام. هو ما رضاش، اللي انا عرفته ان هو ما رضاش يقعد في اوتيل تاني ويقعد معانا، بالنسبه لنا تبقى حاجه كبيره جدا ان هو يكون مساندنا في الخساره قبل المكسب. بصراحه يعني هو واقف في ظهرنا واحنا على طول في ظهره، عشان كده احنا بنحاول على قد ما نقدر نفرح الكابتن محمود بادارته والجمهور، دي اهم حاجه بالنسبه لنا. هو يعني مش عايز اقول يعني اب لينا كلنا، وعلى طول بيسمع لنا وعلى طول مساندنا، دي حاجه يعني بصراحه بتفرح اللعيبه جدا لما يبقى موجود متواجد معانا، بيدينا يعني طاقه ايجابيه جدا كبيره جدا. وانا طبعا بشكره ان هو موجود النهارده، انا كان نفسي يعني ان احنا كنا ناخد كاس العالم ونديله الكاس، بس الحمد لله النهارده خدنا مركز وخدنا برونزيه، واحنا بنهديها له وبنهدي الاداره كلها وبنهدي للجمهور. بالنسبه لنا بيبقى موجود معانا يعني في الماتشات الصعبه، يعني ماتش المريخ الهلال السوداني كان معانا في الاجواء اللي كانت صعبه هناك، ماتش سان داونز كان معانا. يعني بصراحه في وقت صعب لما يكون رئيس النادي بتاعك موجود معانا، ده بيدينا طاقه ايجابيه جدا، واللعيبه كلها بتبقى حاسه بالموقف ده، ويبقى هو موجود يشوف رئيس ناديهم موجود معانا وبيصلي معانا ويكون موجود معانا، دي حاجه يعني كبيره جدا بالنسبه لنا، بتدينا طبعا حمل كبير ان احنا بنلعب برضه في النادي الاهلي. وطبعا انت حضرتك عارف ان احنا اللعيبه كلها اللي قبل كده اللي موجوده، وانت كنت حضرتك موجود، عارف قيمه النادي الاهلي وعارف سيستم النادي الاهلي وعارف الدنيا ماشيه ازاي، ما يبقى معاك رئيس نادي بقيمه الكابتن محمود الخطيب عارف بيديك دفعه ازاي قويه. يعني بشكره واقول له الف مبروك، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. انا عارف ان كان في ضغوطات الفتره اللي فاتت دي كلها من اول ما مسكت النادي، انا عارف ان في ضغوطات كتيره جدا، واحنا على قد ما نقدر يعني بنقدر نفرح الجمهور ونقدر نفرحكم ونفرح الناس كلها. وانتوا فعلا لعيبه رجاله الشناوي، ودايما بتكونوا عند حسن الظن. محمد الشناوي يهدي الميداليه البرونزيه لمين؟ والله يعني بهديها اولا يعني لعيلتي طبعا، يعني والدتي ووالدي وطبعا ولادي ومراتي وكل الناس يعني اللي قريبين مني، الناس واصحابي واللعيبه ديت، كل الناس بصراحه اللي الناس دي كلها وقفت جنبي، وكل الناس دي في ناس حتى اللي في البيت والدي ووالدتي واللي في البيت كلهم مراتي واولادي بيستحملوني كتير، يعني في حاجات كتير واحد ما الناس كلها ما تعرفهاش، بس الناس دي بتستحمل كتير وبتستحملنا، يعني احنا اكيد في حاجات كتير واحد مبقاش حد عارفها، واللعيبه دي استحملت كتير الفتره اللي فاتت ضغوطات كتيره جدا، وبهدل كل اللعيبه والجمهور وبهديها للاهل اللي في البيت واللعيبه والاداره وكل الناس. الميداليه بتاعت الشناوي موجوده في الشنطه. ايه دي بقى اللي قدامنا؟ دي ميداليه ثانيه من الفيفا برضو، بس دي بتبقى اول موجوده على طول في البطوله، اول ما تيجي البطوله بتاخدها يعني على طول يعني، ودي شهاده طبعا عشان المركز الثالث. دي حاجات بقى يعني للذكرى نحطها في البيت ان شاء الله. ان شاء الله. وانتوا جيل فعلا جيل محترم، واحنا يعني معاكم هنا في المعسكر اسبوعين ما شاء الله قمه التزام، ومحمد الشناوي له دور كبير. اخيرا كلمة من محمد الشناوي لجمهور النادي الأهلي اللي كان موجود هنا من أول لحظة منذ وصولكم، بيساندكم في كل المباريات، في الدحيل، في بايرن ميونخ، والنهارده في بالميراس كنتوا عند حسن الظن. كلمة من محمد الشناوي لجمهور النادي الأهلي. طبعا انا اول ما جيت برضو قلت اول ما احنا وصلنا الدوحه كان في جمهور جدا من سندنا من اول المطار، احنا برضو ما كناش متوقعين ان الجمهور ده يكون موجود كله، احنا بالنسبه لنا الجمهور ده رقم واحد بالنسبه لنا، واللعيبه اول ما شافت الموقف ده في المطار اللعيبه بصراحه كانت كلها عندها حماس، كلها كان في مشاعر جميله جدا من اللعيبه، ونزلنا من الاتوبيس سلمنا عليهم تاني ورحنا، وكل الناس اللعيبه بنقعد نتكلم مع بعض كلنا بنتكلم مش عايزين نرجع الجمهور ده يكون زعلان، لازم نعمل اداء كويس، لازم ناخد مركز كويس، الكلام ده كله بصراحه اللعيبه يعني كانت شايله الموضوع ده في دماغهم وحاطينه في دماغهم. بشكر الجمهور اللي جه لكل واحد، جه الماتشات الثلاث ماتشات اللي فاتوا دول بشكره، بقول له يعني الف شكر اللي انت جيت سندتنا، وانتم بالنسبه لنا رقم واحد، وان شاء الله نقدر نفرحكم اكتر واكتر في البطولات اللي جايه ديت ان شاء الله. انتم عارفين النادي الاهلي لما بيخش اي بطوله بيبقى رقم واحد على طول، ان شاء الله نقدر نفرحكم، وان شاء الله ان شاء الله البطوله الجايه ان شاء الله تكون متعادله.